حملة دعم وإغاثة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا أطلقتها جهات ومنظمات إنسانية وفرق من المتطوعين من أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبا. أطلقنا الحملة الثانية لإغاثة الشعب السوري بعد المعاناة التي شاهدناها في حلب قبل أسبوعين من تقديم الحملة الأولى وإيصال المساعدات التي قام أهالي الأنبار بالتبرع بها، وهذه الحملة نشاهد هناك إقبال آخر وأكثر بسبب أنه الاطمئنان بأنه المساعدات قد وصلت إلى مستحقيها في حلب في سوريا. المواد الأساسية الغذائية زيت رز عدس حمص ومعجون وما إلى غير ذلك، حليب أطفال، حليب قوارض رقم واحد رقم اثنين، وأيضا الأغطية والألبسة وكثير من المواد الأخرى التي يحتاجها أهلنا. المشاركون والمتطوعون في الحملة من الفلوجة وكل مناطق الأنبار عبروا عن ارتياحهم للجهود المبذولة لإغاثة المنكوبين في الشمال السوري ووصول المساعدات لمستحقيها. تطوعنا لخدمة أهلنا في سوريا من أجل إغاثتهم في المواد الغذائية والبطانيات والفراش. بعد الحملة الأولى بجهود الغيارة شنينا حملة ثانية هم إغاثة إنسانية إلى أهل سوريا وبالتحديد أهالي حلب، لأن الوضع في سوريا وخاصة في حلب مأساوي جدا. وصلت بطانيات مفروشات، وصلت سلات غذائية، وصلت حتى أصابات مدافع إن شاء الله، ومبالغ نقدية. نشوف من خلال هاي المبالغ النقدية اللي حسب الاحتياج، هناك تنسيق مشترك مع شؤون المنظمات، حسب الاحتياج راح يكون هذه المبالغ لشراء الحاجات. وتتواصل في العراق منذ وقوع الزلزال المدمر في سوريا الحملات الشعبية لإغاثة المتضررين الذين باتوا بأمس الحاجة للمساعدة.